اخا لاله فاطمه عطينا الوصفه اللي كنتي بغيتي تعطينا. حليوات انا كنت باغي نعطيك واحد البلا ديال الدجاج السخون ولكني معليش غنخبطوا حليوه نبدا معك واحد البلاطو كل مره نعطيك وصفه تنكملوا 12 حبه. مرحبا. شحال ما قدرنا عليه الله. غنصاوب واحد الكناج اللي كيتكون من 230 غرام ديال الكريمه. هذه حليوه. هادو حلاوي بلا طياب في البلاطويات بريستيج. حلاوي بلا طياب. غنعطيك الزاز. الزاز مرحبا يلا. نديرو معاها 530 غرام ديال الشكلاط الكحل. بلاتي كراناج هذا سميتو؟ شكلاط كحل اسود. 200 غرام؟ هانتي غناخدو 225 غرام ديال الكريمة. 225 غرام. القشدة طارية. قشدة طارية. و 525 غرام ديال الشكلاط الكحل. 525. راه كاين مارو كاين كحل تاخد سي ديال الكحل. شكلاط. ديال الحلوة زوينة. اسود اها. وكنخلطوا اختي هذا الشيء مزيان بالعافيه نديروا الكريمه تذوب نعطيك مزيان الوصفه باش السيده تبعها وندير نص الشكلاط محكوك نحكوه كله وندير غير نصه وندوبوا مع الكريمه فوق العافيه ونحيدوا في بان ماغي ونرمي الشكلاط الاخر ونحرك بالمغرفه باش يبقى بريون. كيفاش علاش من الاول ما نحمن من الا درنا كله غيجي مات ما يجيش في ذاك البريونس الشكلاط ملي كيسخن كتحيدي البريونس ديالو. هم عادي من لي زاستيس. وبلاتي اختي بلاتي 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 امينة نقدر راسك. لا لا هادشي انا باقي ما وصلتش ليه. كناخذوا القشده القشده فوق النار بلاتي فوق النار مع نصف كميه الشكلاط حتى يذوب حتى يذوب في حمام مريم ونحيدوا من النار ونضيف باقي الكميه زيد ونحركو مزيان ونحرك مزيان هي كيما دربتي حتى 10 دقائق من حد كنت كتضربي هو كيبري تيولي بحال الضو بحال الفلاش ديال التليفون ويولي كيبري ايوا زيد ونقبط اختي هذوك ليمون السيليكون السيده اللي بغات غير دوائر يكونوا غارقين شويه نعمروا له انتيير ماشي ندهنوا اها نعمروا له انتيير ديال كل هذا ونديروا في المجمد ونعمرهم هذه القاعده النص ونديرهم في المجمد ساهل ورخيص وكنشريوه بالفلاوس الغاليه والله الا ودوك دوك ليمون ديال السيليكون صغيورين اي صغار ويكونوا دوائر يكونوا عاليين شويه صغار مثلا على شكل دوائر القلب كاين كما بغات السيده اوفر هما دوائر كاين ونعمر النص ديالهم تقريبا اكثر من النص شويه نعمرهم النص او اكثر بقليل نخلي علاش ما كيعمروش كاملين حيت غنديروا الطبقه الثانيه ايوا زيد واخا ونديروه في المجمد اها الطبقه الثانيه غناخذوا 100 غرام ديال البراليني راه السيده تعطينا تعيينه 100 غرام ديال البراليني و 60 غرام ديال الشكلاط الحليب دايبه و 60 غرام ديال الشكلاط ديال الحليب دايب 100 غرام ديال الفيتين و 100 غرام هادشي ندوبو اختي حنا هاد الشكلاط ونديرو فيه البراليني ونديرو فيه الفيتير ونحركو ونحرك ونديرو هادشي كله كام هادشي كله فوق النار لا ندوبو غير الشكلاط ونحيدوه ونديرو البراليني دغيا كيذوب حيت سخون والفيتير دغيا ما خصهاش تطبخ ندوب الشكلاط في حمام مريم يذوب بوحدو ياك اييه ونحيدو من النار ونضيف عليه مكونات اخرى يعني هانتي ساهل 100 غرام البراليني 100 غرام الفيتير 60 غرام الشكلاط الحليب شوفي على حلوه شحال رخيصه وسيري السولة بشحال. واخا. كي كنخلطوا اختي هذا الشيء مزيان، كنعمروا البقية ديال هذا ونقادوا خاصو يجي مقاد باش ملي نحطوا في البلاطو ما تجيش وحدة عالية وحدة قصيرة تضرب علينا الحلاوة. اكزاكتومون اها. صافي وكندخلوا اختي المجمد. ندخلوا المجمد. احنا اختي غنبداو نشفوا اختي. خصو يبرد شوية لا ماشي يذوب لي الطبقة التحتانية إذا كان باقي سخون شوية. يذوب ليك ما يخسر لك حتى حاجة. والو واخا. غادي نديروا نرجعوا للمجمد. هذاك الكناج اللي درنا الأول. غناخذ منه واحد شويه غيبقى دابا حنا بغينا نصوبوا البلاطو غنشدوا ديك الحلوه تنقلبوا منيشان في البلاطو ونعمروا داك الكناش في البوش اللي عنده سنينه صغيورين البوكس صغيورين وغيخرج لنا وريده الفوق ونحطوا وريده في الوسط وريده في الوسط دابا غنقلبوش الجهه اللي فيها الشكلاط هي اللي غتجي الفوق واللي فيها الفيتين غتجي هي لتحت مفهوم دخلنا السيليكون المجمد من جبدنا غنقلبوه تيخرج نقلبوه اها باش السيده تفهموا ونعمروا الوريده الفوقيه وريده صغيره وريده 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 ونقدموا اختي ها هو عندك نزيدك وحيده اخرى بارك مبقاش الوقت فاطمه مبقاش الوقت